والله نحن وضعنا ندور شغل، غير شغل نحن عمالة كتف هنا بشارع خالد وليد، يعني جهزنا نفسنا مثل ما يقول بيت وهذه وتاليتها طوب وقصف، رجعونا على الايجارات هسه نطالب الحكومه بالتعويض بهاي البيوت مال القديمه، تبهدلنا بالايجارات والى متى نحن نظل عماله؟ بلد ابو النفط هالشكل نظل نحن عماله؟ يا اخوي يعني مثل ما يقول نطالب الحكومه شويه بس تراعي الظروف الفقير. والله سجاري 125 ويوميا نروح وجاي 2000، وانا يوميا يطلع لي تقريبا 8000 دينار يوميا، 8000 دينار 10000 دينار. يعني تقريبا 240 240 صافي. 125 125 ايجار، 30 مولده. يا اخوي اكل وشرب، يجيك من هولي مريض بالبيت احد. يعني شويه الظروف تعباني، ونحن ما شاء الله ابو النفط رقم واحد نحن بالنفط. والله طلباتنا بس يعمرون بيوتنا بدنا نرجع عليها بدنا نرتاح، ما نريد كل شيء منهم. والله احنا نتمنى يعني من الحكومه او من المنظمات يعني يفتحوا لنا مشاريع صغيره نتسبب الله بها ونعيش عوائلنا. يعني هسه ندور شغل ماكو، حتى اذا نشتغل يعني اجور اليومي قليل. يعني ما تتحمل يعني تصرف على عائلتك او عليك انت شباب. واتمنى يعني نطالب من الحكومه انه يفتحوا لنا مشاريع صغيره. شو شغلك؟ انا شغلي مطعم. يعني وين بيانس كان شلون تدخل باب لقش منطقه القديمه. يعني على الشارع كنت سويت لك بسطه؟ اي على الشارع عندي بسطه وجام خانه، ويعني يوميا يحاسبون البلديه يعني يقول ليش نفتح مثلا هنا او تجاوز. واني اني صاحب عائله وسبب الله خاطر امي وابويا. والله احنا تعرف كسبوا على باب الله، بيوتنا كلها راحت، غرابنا راحت الحمد لله. فتحنا لنا هنا بسطه على باب الله، هذا ابني شباب وين يروح؟ شغل ماكو، اشغال ماكو. فنتمنى من الحكومه يفتحوا لنا مشاريع على الشباب هذه. زين اخوي نروح على نأجر محلات ماكو، تعرف كلها مهدومه وغاليه 200 و250، واحنا عم نبيع لفات على باب الله. اي والله يعني لو ما مجبورين ما نشتغل الشغله هذه وصاحبين عوائل. والله يجي ابو التجاوز يقول شيل خففوا مغرافكم من هنا. يابا والله ما عندنا اي شغله يعني اي سبوبه نطلع نسببها، بس عندنا اي شغله فتحناها على باب الله. ما عندك راتب رعايه؟ ما عندك؟ والله عندي راتب رعايه يعني. لا والله ما يكفي 250 الف. اكثر الناس يعني ما عندهم راتب. ما ايه نعم ما عندهم راتب، بس احنا هم من 250 ايش نسوي؟ يرحم ابوك. هسه اذا تنزل على السوق يعني اقل شيء تصرف لك 40 50 الف. فنطالب من الحكومة يراعون الشباب ويفتحوا لنا مشاريع شيء نستفاد منها.